مشاهدينا، اليوم شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار الدولار. البنك التجاري الدولي، لنذهب لأسعار المسجلة فيه اليوم. الشراء 16 جنيها و77 قرشا، والبيع 16 جنيها و87 قرشا، وتعتبر هذه أدنى مستويات ضمن قائمة البنوك التي نعرضها لكم الآن. أما العملات الأخرى فشهدت في معظمها بعض الارتفاعات اليوم. متوسط سعر اليورو 18 جنيها و85 قرشا، والاسترليني 21 جنيها و33 قرشا.